سفر الأمثال مثل ما ذكرت مليان بيتكلم عن الأشخاص اللي بيرتكبوا هذا النوع من الخطية، مكتوب أعاره لا يمحى، يفتقر إلى رغيف خبز، يسمي الكتاب جاهل وأحمق، يضع نار في حضنه، ألا يحترق؟ أكيد بده يحترق، وعدى عن الانتقام، وعدى عن سلسلة المآسي والبلايا اللي بتستمر في حياة المرتكب هذا النوع من الخطية. عنا بالشرق تسمع عن كتير القتل، قتل الشرف أو من أجل الكرامة، هو كله بالواقع بسبب الكبرياء الذاتي الداخلي. لو الإنسان بيمشي بحسب شريعة الرب كان مجتمعنا سليم صحيح. تخيل لو الناس عايشة العزة على الجبل، شو ممكن يصير، شو ممكن يحدث في هذا العالم. على فكرة الإنجيل حذر من خطيتين، أولاً قال أهربوا من عبادة الأوثان، ثانياً قال أهربوا من الزنا، أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، أهرب من هذه الأمور، من محبة المال أيضاً. هذا ما فعله يوسف لما زوجة فوطيفار حاولت عدة مرات أنه حرفياً تغتصب يوسف، كان يرفض، أبى. وبعدين في يوم من الأيام استخلت فيه، كمشت، مسكت في الجاكيت بتبعته، ترك الرداء وهرب، حرفياً هرب، مع أنه حصد ودفع ثمن باهظ سنين موجود في السجن. هذا ما فعله يوحنا المعمدان عندما تكلم مع هيرودس أنتيباس، قال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك. النتيجة قطع رأس يوحنا المعمدان لأنه تكلم بالحق. يقول الكتاب المقدس ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله.